السلام عليكم. على قدر مع الجهاد يعيش الشعب الفلسطيني الأبي، وعلى عهد بالبطولة والكفاح يمضي الفلسطينيون حياتهم. انتفاضة جديدة سبقتها 24 انتفاضة مباركة منذ عام 1920، لكن الدوافع الكامنة خلف هذه الانتفاضة تبدو مختلفة في واقع متغير. فما الذي يميزها عما سبقها؟ وما الأسباب المؤدية إليها والآمال المتعلقة بها؟ هذه الأسئلة نجيب عليها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج من فلسطين تحت عنوان انتفاضة القدس الدوافع والآمال، ولا سيما بعد القرار الأمريكي الجائر بجعل القدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني. ونناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا في الأستوديو. نرحب بسعادة النائب سعود أبو محفوظ، النائب في المجلس النواب الأردني، وكذلك سيكون معنا تباعا عبر الخط الهاتفي الدكتور فايز أبو شمالة من قطاع غزة، والأستاذ علاء الرماوي الذي سينضم إلينا من الضفة الغربية المحتلة. أرحب بك معنا أستاذ سعود في هذه الحلقة، شرفتنا بحضورك. الله يبارك. دعونا نبدأ نقاشنا بعد متابعة هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا. حجم القهر والظلم التي يحياه أهل الضفة والقدس المحتلتين جعل بيئة الانتفاضة مهيئة للاشتعال مع أقرب شرارة تضرب المنطقة، والتي جاءت على يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعلانه الذي يرى الفلسطينيون أنه وعد بلفور ثاني، ولأجله يجب أن تشتعل جذوة نار الانتفاضة من جديد. نحن أمام عدوان سافر من قبل الاحتلال الصهيوني، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الإدارة الأمريكية يعني تفكر بطريقة لا تجعل لنا مجالا سوى أن نتصدى لهذا القرار الأمريكي الأرعن، وبالتالي المقاومة الفلسطينية ستقوم بكل ما من شأنه أن يحمي القدس وأن يدافع عن أبناء شعبنا الفلسطيني. تقاطع هذا الإعلان مع سلسلة قرارات اتخذها البيت الأبيض ضد سلطة الرئيس محمود عباس بإغلاق مكتبها في الولايات المتحدة وإصدار قرار بتقليل حجم المساعدات المقدمة للسلطة. يقابلها رفض الرئيس الفلسطيني لقاء مندوب ترامب في الأراضي المحتلة، ما زاد من حجم الهوة في العلاقات بين الطرفين. هذه الغضبة العالمية الدولية هي تساعد في أن يستمر الشعب الفلسطيني في انتفاضته. لا شك هناك بعض العوائق، لا شك أن السلطة الفلسطينية ما زالت مترددة، ما زالت تنسق مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يبدو أن الغضب الفلسطيني سيكون أكبر من أي عائق. في حين ارتأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها الفرصة الأنسب لفرض الأمر الواقع باعتبار القدس عاصمة لدولتهم والضرب من جديد عرض الحائط كافة القوانين الدولية التي قضت باعتبار القدس عاصمة دولية أو مدينة مقدسة لثلاث ديانات، وهذا ما ترفضه إسرائيل. يعني لدينا ساسة يحكمون في الكيان هم إفراز اليمين المتطرف، ومجتمع يميل لليمينية، أصبح المجتمع الصهيوني بكله يميل إلى يمين المتطرف. هم سعيدين جدا بقرار ترامب الآن، وأعتقد بأن أجمل هدية يمكن أن يتلقاها نتنياهو المثقل بقضايا الفساد هي أن يكون في ولايته إعلان القدس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عاصمة للاحتلال. يوما بعد يوم يزداد حجم كرة اللهب المتدحرجة صوب الاحتلال الإسرائيلي، تلك الكرة التي حملت بداخلها كما كبيرا من الغضب لآلاف الثائرين الغاضبين في فلسطين، وتشير الدلالات على أرض الواقع أن الانتفاضة قد اندلعت ولن تخبو إلا بالقدس عاصمة لدولة فلسطين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا إلى هذه الحلقة. أرحب بضيفي مرة أخرى الأستاذ سعود أبو محفوظ، سعادة النائب في مجلس النواب الأردني. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى أستاذ سعود. موضوع على قدر كبير من الأهمية والحساسية، ولا سيما بعد هذا القرار الأمريكي الجائر. مدينة القدس كانت دائما بحاجة إلى وقفة فلسطينية وعربية وإسلامية، الآن تبدو الأمور أكثر جدية وأكثر خطرا وشراسة في هذه المعركة. أولا في تعليق عام، بماذا تعلقون على القرار وما تبعه من تداعيات حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرار خطير ومن أخطر القرارات في تاريخ هذا الصراع، والقدس في شدة والأقصى في محنة وفلسطين في نكبة تتجدد، بل هذه نكبة النكبات.
بعد قرن كامل من العذابات منذ 9/12/1917 يوم أن اجتاح إدموند ألمبي المسجد الأقصى بعد 40 يوم من لوعد بلفور، قال الآن انتهت الحروب الصليبية، وما انتهت إنما هي موجات تترى الواحدة تتبع الأخرى. الآن الخيال الصهيوني الجامح وشياطين الإدارة الأمريكية المتحكمون في القرار، 40% من الكونغرسمن جددوا أو مددوا من خلال الإدارة هذا القرار 40 مرة، يريدون فعلا دولة يهودية صرفة وعاصمة يهودية خالصة بلا إسلام ولا مسلمين ولا عرب. بالمناسبة هذا ما طلبه نتنياهو. الآن نتنياهو لا يطالب من الناس أن يعترفوا، من الشعوب والدول العربية وغيرها، أن تعترف بوجود دولة إسرائيل. لم يعد يقول ذلك، وقال بصراحة بعد القرار نطالب من يريد الاعتراف بنا أن يعترف بإسرائيل دولة يهودية وبالقدس الموحدة عاصمة لها. نعم، هذه خطورة القرار. يعني الآن ما مصير المسجد الأقصى وهو في عقر عاصمة يهودية صرفة؟ نعم. ما مصير المشهد القدسي ب200 معلم؟ ما مصير 410 آلاف مقدسي يحملون الجنسية الأردنية بدون رقم وطني؟ نعم. يحملون جوازات سفر دولة أخرى؟ نعم. ما مصير فلسطين بمجموعها؟ نعم. هذا القرار الحقيقة جاي من رؤية دينية وأجندة دينية والعقلية الغربية خصبة وجاهزة لاستسراع مشروع نهاية وإنهاء الوجود العربي في بيت المقدس. الحقيقة ما حصل خطير، والمطلوب التصدي. الأمة من أصغرها إلى أكبرها بكل ما فيها بكل مكوناتها يجب أن تتصدى لهذا القرار، وإلا يعني ستكون التبعات أخطر وأخطر. نحن لا نتعاطى مع الأقصى والقدس باعتبارها حسبة انتخابية أو سياسية. هذه عقيدة، هذا قرآن، هذه هوية، هذه قضية، هذه أولوية. ولذلك هب الأقصى بذاته فهو دوما ينقلنا من الدفاع إلى الهجوم، من الانكسار إلى الانتصار. هو يحمل سر قوته، هب يعني في كل عواصم العرب. نعم. أما أشكال هذه الهبة، إمكانياتها، تداعياتها، دعنا نتحدث فيها بالتفصيل، وهذا هو موضوع حلقتنا، انتفاضة القدس، الدوافع والآمال. بعد أن أرحب بضيفي من الضفة المحتلة الأستاذ علاء الرماوي، الكاتب والمحلل السياسي، أرحب بك معنا أستاذ علاء. أستاذ علاء رماوي، هل تسمعني؟ نعم، أسمعك جيدا، حياكم الله وحيا الله ضيفك الكريم. أهلا بك معنا أستاذ علاء. وصلنا إلى نقطة مهمة، هي وجوب التصدي لهذا المخطط الأمريكي الشيطاني قبل أن تهود المدينة تهويدا حقيقيا بهذا القرار وهذه التغطية الأمريكية. ما أشكال هذا التصدي؟ هذا هو السؤال التالي. نعم يونس، وعلينا أن ننتبه خاصة عندما نخاطب من هم خارج فلسطين. علينا أن نقول بأن مدينة القدس هي تحت المقصل قبل القرار وبعد القرار. الاحتلال الصهيوني يعبث بالمسجد الأقصى قبل القرار وسيضاعف العبث فيه بعد القرار. الاحتلال الصهيوني ينتشر بمستوطنات ومستوطنين في مدينة القدس والضفة الغربية قبل القرار وسيضاعف ذلك بعد القرار. المس بالديموغرافيا الفلسطينية من خلال الطرد وهدم البيوت وهدم المعالم كان قائما والآن سيتضاعف بعد القرار. الاحتلال أعلن في الأيام الماضية عن بناء 14,000 وحدة استيطانية في مدينة القدس. هذا يعني أن الحالة المقدسية هي تحت النحر. المسجد الأقصى هو تحت النحر. يوم أمس أو أول أمس تم افتتاح كنيسة كبير تحت المسجد الأقصى. معنى ذلك أنه عندما نتحدث عن المسجد الأقصى نحن ننذر الأمة بأنه يعيش في المحرقة، يعيش في آتون من التهويد والتدمير، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، وكأنني أرى لا سمح الله المسجد الأقصى مقسما بعد هذا القرار. أراه مقسما في عين الحقيقة، لا أتحدث عن التقسيم الزماني
وإنما أتحدث عن التقسيم المكاني للمسجد الأقصى. هذا ليس خيال. وعندما تسأل يونس الهبة الجماهيرية، أخي دعنا نتابع فقط في الست سنوات الماضية، في السنة الأولى من ست سنوات، قبل ست سنوات من الآن كانت في القدس هبة، وبعدها كانت هبة، وبعدها كانت هبة. نحن نتحدث عن 5 هبات في 6 سنوات حدثت في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية، وما بينهما حروب. يعني وعندما نتحدث عن حروب نحن نتحدث عن حرب عام 2014 والتي كانت يعني عنيفة للغاية، ارتقى فيها شهداء، وكان فيها 3 سنوات من انتفاضة القدس التي استشهد فيها المئات وأصيب فيها المئات واعتقل فيها الآلاف. بمعنى الهبة الجماهيرية والمقاومة داخل الأراضي الفلسطينية هي حاضرة لم تتوقف، وهذه الأيام تتوج أيضا بهبة جماهيرية أخرى حاضرة ولم تتوقف. بمعنى أن المد الجماهيري لم يترك القدس. كنا قبل 6 أشهر من الآن على بوابات المسجد الأقصى يهتف للأقصى ويدفع الناس، لكن أستاذ علاء، أستاذ علاء هل يعني نحن نتحدث عن هبات، العديد من الهبات كما تفضلت في 6 سنوات بالإضافة إلى حروب خاضتها غزة أيضا، هل هذه ظاهرة صحية؟ ألم يكن الأولى أن تكون هناك هبة تتدحرج إلى انتفاضة ثالثة؟ كنا نأمل في 2016 و2017 أن تكبر وتزداد شراسة واشتباكا مع الاحتلال، هل هذا صحي أم أن الأمر يحتاج إلى في هذه المرة على الأقل إلى مزيد من الدراسة الواعية تجاه الخطوات التالية من الفصائل الفلسطينية؟ دعنا نتحدث بصراحة، نحن منذ عام 1987 وقبل ذلك في عام 1981 وقبل ذلك عام 1967 الحالة الفلسطينية لم تفطر عن المقاومة، يعني لم تترك برنامجا للمقاومة وقد تحيد في سنة من السنوات. على العكس، على الرغم اختلاف الحالة الفلسطينية وبعض الأحزاب لها رؤى مختلفة، لكن المقاومة لم تغادر. نحن تواجدنا فلسطينيا مع احتلال، هذا الاحتلال لم تترك مقاومة يوما. السؤال، هل يستطيع الشعب الفلسطيني وحده أن يصنع على الاحتلال بهذا الحجم انتصارا من خلال ما يجري على الأرض؟ أنا أقول باليقين أن مقاومة الشعب الفلسطيني يتبقي القضية الفلسطينية مشتعلة في رؤية الناس وفي عقل الناس وفي ضمير الناس. السؤال هنا ليس موجه للفلسطيني، ونحن نتحدث الآن على قناة غير فلسطينية يونس. السؤال موجه للأمة. إذا الشعب الفلسطيني منذ عام 1936 منذ الثورة الكبرى وهو يقاتل في 89 في عام 1948 ترك الفلسطيني والعربي ترك الفلسطيني للأسف، وفي 67 هكذا كان الحال. الآن المسجد الأقصى يترك من الأنظمة العربية ويترك من العرب ومن المسلمين. أنا لا أتحدث هنا بكوني فلسطيني، أنا أتحدث ابن الأمة، يعني معزتي لابن العراق وابن بغداد وابن الشام وابن الخليج العربي كما هي معزتي للفلسطيني. أنا أقول هنا رسالة موجهة للعرب، إذا أردتم الفلسطيني مستشهدا فقد استشهد، وإذا أردتوه مقاتلا فقد قاتل، وإذا أردتوه منتفضا فهو منتفض، وإذا أردتموه جريحا فهو جريح، وإذا أردتموه أسيرا فهو أسير. لكن أقول للعرب وعبرك يونس ومن خلال شاشتك الآن وعبر برنامجك، إذا كانت هي هذه الرسالة فقد فعل الفلسطيني ما تشاءون. لكن السؤال، هل تريدون أن تقعدوا على شاشات التلفزة ثم تبكوا على القدس عندما تكون شهيدا؟ ارتحل الشيخ ياسين فكان شهيدا، وياسر عرفات كان شهيدا، وثلة قيادات الشعب الفلسطيني كانت شهيدة. السؤال، الأمة ماذا قدمت للقدس؟ دعني أنتقل. تمام أستاذ علاء، أشكرك وأرجو أن تبقى معي، سأعود إليك بعد قليل. أنتقل بهذا السؤال للدكتور فايز أبو شمال الأكاديمي والباحث الفلسطيني معي عبر الخط الهاتفي من غزة. مرحبا بك أستاذ فايز. مرحبا بك وبمشاهدي فضائية الرافدين وضيفك الكريم. أهلا بكم.
دكتور، هذا موضوع حساس جدا وخطير، يعني عندما نتحدث عن انتفاضة فلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني والقضية الفلسطينية الآن بحاجة لذلك، بل هناك إجماع فلسطيني، يعني هناك دعوة من حركة حماس بشكل واضح إلى خوض غمار انتفاضة جديدة، هناك دعوات من تنظيمات أخرى بضرورة الاشتباك مع الاحتلال وتدحرج هذه الخطوات إلى وصول إلى أن تصل إلى انتفاضة. المشكلة هي أن الرافد من الأمة العربية والإسلامية غير مكتمل حتى الآن، ولا سيما في هذه المرحلة. هل تعتقد بأن الأوضاع ناضجة للخروج بانتفاضة في مواجهة الاحتلال؟ استمعت إلى حديث ضيفك قبل قليل، وأنا أقول قد تكون الأوضاع الإقليمية والعربية غير مساعدة وغير ناضجة، ولكن مع انطلاق الثورة الفلسطينية في 65 أيضا لم تكن ناضجة، ومع انطلاق الانتفاضة 87 لم تكن الأوضاع العربية ناضجة والانقسامات كانت قائمة. قد يكون الوضع الآن أسوأ مما كان عليه سنة 2000 وأسوأ مما كان عليه قبل ذلك، لكن طالما نحن نتحدث عن ثورة المستحيل، وطالما نتحدث عن عدو إسرائيلي تجمع عليه كل القوى العربية والإسلامية، إذا نبدأ بالفلسطيني، الفلسطيني أولا. متى استطاع الفلسطيني أن يتوحد ويوحد صفوفه وأن يوجه خنجره إلى صدر العدو الإسرائيلي؟ متى صارت إسرائيل عدوا وليست جارة لبعض الفلسطينيين؟ متى استطاع الفلسطيني أن يوقف الاتفاقيات المهينة وأن يوقف التنسيق الأمني وأن يخرج بصوت قوي إلى الأمة العربية؟ نرفض صفقة القرن، نرفض التعامل مع أمريكا وإسرائيل، نرفض مبادرات السلمية ولا نفتش عن راع جديد، لابد من استرداد حقوقنا من خلال المواجهات. إذا خرج هذا الصوت الفلسطيني الصادح القوي، ستجد أصوات الأردن ومصر والبلاد العربية والإسلامية خلف هذا الصوت. لكن حتى هذه اللحظة للأسف الشديد ما زال الفلسطيني لا يمارس الفعل المقاوم بكل جدية، ولا يريد أن يتخلى عن خط المفاوضات، ولا يريد أن يتخلى عن اللقاءات التنسيقية مع إسرائيل. وهذه نقطة الضعف للقضية الفلسطينية، وهذا سبب خلينا أقول نفض كثير من الأنظمة العربية وحتى الشعوب العربية يدهم من القرار الفلسطيني الذي لم يعد مستقلا ولم يعد قادرا على أن يكون موحدا ومواجهة للاحتلال. وسأضرب لك مثلا بالمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عندما واجهت إسرائيل. أنا كيف أطلب من الأردن ومن مصر ومن العراق ومن سوريا أن تقف ورام الله والضفة الغربية ورئيس السلطة الفلسطينية يحول دون أي مظاهرة ضد الإسرائيليين في رام الله والخليل ونابلس؟ بالتالي أكرر، علينا أن نبدأ بأنفسنا كفلسطينيين أولا ثم نطالب الآخرين. أشكرك دكتور، أرجو أن تبقى معي. ساعتنا إذن علينا أن نبدأ بأنفسنا أولا ثم نطالب الآخرين. هل يمكن أن نوفر جو فلسطيني حاضن لهذه الانتفاضة؟ يعني شوف، نحكي بصراحة، نعم، القضية لها أبعاد ثلاثة، ثلاثية الأبعاد. نعم، هي وطن الفلسطينيين نعم، لكن قضية العرب المركزية وأرض المسلمين وملكهم. ولم يكن الأقصى ذات يوم عقار فلسطيني حتى أو سلعة يفاوض عليها المفاوض الفلسطيني، الذي يعني أنا أستطيع أن أقول أن الذي أغرى العدو بالتمادي هو ضحالة عقلية المتفاوض أو المفاوض، لأنه يعني يفاوض بلا بواعث دينية. الآن الفلسطيني عندما ضحى في 27/7/2017 ألهم وألهب وهز أبواب المسجد الأقصى، ألا حي الله المرابطات وحي الله أهل 48 وحي الله شباب القدس، أعطى أفضل نموذج. أنا أشعر أن الطائفة المنصورة بدأت تتشكل من شرائح من الشعب الفلسطيني. لما غزة ضحت انبثق الربيع العربي، لما غزة ضحت في المكان الصحيح وهي أرض عسقلان أيضا أعطت. المسجد الأقصى على الدوام برميل غضب، شواظ لهب، وليس مسار تنسيق أمني. الحقيقة ما تحل. أنا بناشد الدكتور فايز أبو شمالة،
الذي تتلمذنا على يديه عن بعد، نسمع له ولا نعرفه. وأنا أؤيد ما يقوله ويقوله حكماء الشعب الفلسطيني، فلتحل السلطة نفسها وتتحلل من هذه الكلف، خلي الاحتلال يتحمل الكلف. الشعب الفلسطيني مع الشعب الأردني وهم أرومة واحدة ودم واحد، نعم، وأرض واحدة وعقيدة واحدة وقضية واحدة. 16 مليون، إذا غزة علب السردين محاصرة أدت هذا الأداء، ليكن الناس مفتوحين على الناس وليكن مواجهة. هذا القرار خطير لن يتراجع عنه أبدا. القضايا العادية بحاجة إلى حلول غير عادية، فما بالك بقضية فلسطين، قضية القضايا، مصير البشرية يعتمد عليها. ما يجري الحقيقة عبث وأكثر من عبث. يعني هنالك يعني فلسطيني يضحي، فلسطين الوليد تمام يضحي، بس الفلسطين الجديد اللي صار شرطي وصار كذا وصار كذا ورواتب، أستاذ مش معقول هذا الكلام. كانك تقول أن من العار علينا الأمة أخيرا. أخيرا يا سيد أعطيني الفرصة بس أوضح. تمام. الأمة لم تقصر، الأمة مكبلة أكثر من أهل فلسطين، ومع ذلك خرجت ولا تجمع أصلا إلا على هذه القضية. نعم. آلاف آلاف المسيرات يا أخي في الأردن، كل المدارس، بعض العشائر الأورى، أنا عمري 65 سنة ما رأيت أكبر من المسيرات التي حصلت في عمان في هذه المرحلة. قالت الجزيرة أنها مسيرة في عمان وفي الرمثة، لا، كل المحافظات 1200 قرية ومدينة الكل يرفض. لكن كمان أهل الطائفة المنصورة وهم طليعة ورأس رمح والأمة من خلفهم، الأقصى الآن هو قضية الأمة، الأمة بدون مرجعية. المسجد الأقصى هو مرجعيتها، هو جامع أشواقها فوق الخلاف. بيت المقدس، ونحن لا نعرف القدس الحقيقة، بيت المقدس لا الرسول قالها عليه الصلاة ولا حدا قالها، بيت المقدس لا شرقية، نعم، ولا غربية. مع احترامي احنا بنحكي من اسطنبول، وما قرر مؤتمر القمة لم يتلفظ به محمد صلى الله عليه وسلم. لا، القدس ليست لحم أضاحي. يقولني البركات وزير أو رئيس بلدية القدس، القدس سنعطي الفلسطينيين القدس الشمالية. القدس الشمالية غير قابلة، رام الله يعني، نعم، غير قابلة للتبعيض. نعم. هذه مسألة عقائد، إما نحن وإما هم، كما يقولون على فكرة هم يقولون هذا. القدس موحدة. اسمع مايك بنس، نعم، اسمع مساعدي ترامب، يا أخي هذا قرار يعني له أجندة دينية. يعني الحقيقة خلطوا الأوهام بالأساطير بالخرافات ويبغون شرا بالقدس، إنسانا عمرانا أرضا هوية حاضرا مستقبلا. الأمر جد لا هزل فيه، والناس لا زالوا يعني أبو الغيط إيش بحكي، بيقول والله هذا أمر يضر بعملية السلام. أهلا وسهلا بالسلام وعملية السلام التي خطفونا من أجلها مع الأسف. نعم. إذا نحن أمام سؤال كبير وحساس الآن أستاذ علاء، إن سمحت لي، من الضفة الغربية. بعض الناس سمعتهم يقولون من الإخوة العرب والمسلمين، ومعهم حق في ذلك، أن من العار على الشعب الفلسطيني بين قوسين طبعا أن يمر هذا القرار وتمر هذا المرحلة وهذه المرحلة بدون رد قوي. ويستذكرون شارون المشحوم عندما دخل بل اقتحم المسجد الأقصى المبارك عام 2000 وعاد محملا بأرتال من الأحذية فوق رأسه وقفاه، ويقولون لك إذا كان شارون دخل الأقصى فحصل ما حصل. طبعا كانت هناك بواعث ودوافع كثيرة تعرفها جيدا. أليس من الأحرى الآن أن يكون هناك انتفاضة قوية متدحرجة؟ لأن المسألة تتعلق بتهويد المدينة كما تفضلتم قبل قليل في إجابتكم، تهويدا كاملا. يونس، في المناسبة يعني أنا أسير محرر أمضيت في المعتقل 12 عاما. نعم. حضرت الانتفاضة الأولى ثم الثانية ثم الأحداث المتوالية. عملت صحفيا وكنت ضمن الحالة التي تعتقل ويحاسبها الاحتلال، وبناء على ذلك عندما أتحدث دعنا نتحدث بصراحة. نعم. غزة ضمن الحصار العربي والفلسطيني، جزء من الحالة الفلسطينية. لا تجد في غزة قوتا للأطفال، ولا تجد طعاما، وتجد العربي المصري محاصرا لقطاع غزة، وتجد العربي فيزيائيا يطارد المقاومة الفلسطينية من النظام الأردني وصولا إلى الإمارات، وهذا ليس سرا. دعنا نتحدث بوضوح، الذي يعتقل المقاومة الفلسطينية هو الذي يطارد من الأردن في الخليج ووجودا إلى مصر ووصولا إلى مصر.
عندما يتحدث بعض الإخوة أنه خرجت بعض المسيرات وكانت غاضبة، هذا صحيح لأن الأمة حية لا تموت، وقوة الأمة تسند الحالة الفلسطينية. على صعيد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يونس، أنا كما أشرت وما زلت أقولها وأصر على ذلك، في الضفة الغربية تقدم الضفة الغربية في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها ضمن اتفاقية أوسلو والسلطة الموجودة التي تؤمن بالتنسيق الأمني جزئيا وتعيد الاعتبار لملاحقة المقاومة وتفكيك قواها، هذا ممكن وصحيح ليس سرا، لكن هل هذا هو عذر للعربي الذي يحاصر قطاع غزة؟ هل هذا عذر لبعض الأنظمة العربية الآن التي ترفض أن تكون هناك اجتماع للقمة العربية؟ هل هذا عذر للنظام الأردني اليوم الذي يمنع حركة الإخوان المسلمين من تنظيم اعتصام أمام السفارة الأمريكية؟ هل هذا عذر لدول الخليج التي تطبع مع الاحتلال الصهيوني وترسل الآن مثقفيها للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني؟ هل هذا عذر للمغرب العربي، ذاك المغرب الأشم وأهل أشماء، أن يأتي للصهاينة الكبار للتطبيع معهم؟ إذا فسق بعض الفلسطينيين هذا العذر للعرب أن يتنازلوا عن القدس وعن كتاب الله عز وجل وفيه سورة الإسراء؟ هل هذا عذر للذين الآن يمنعون الأموال أن تصل للمقاومة الفلسطينية وتحاصر في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ هل هذا عذر الآن لأن تخرج بعض وسائل الإعلام العربية المقولبة التي تشن حملة على المسجد الأقصى ومكانته وقدسه؟ هذا عذر لبعض العلماء الذين الآن يصمتون ولا يقولون كلمة الحق في وجه سلطان جائر؟ هذا عذر للذين الآن يصطفون إلى جانب الولايات المتحدة فيدفعون الأموال بالأطنان ثم يتركون الشعب الفلسطيني تحت مقتل؟ حتى الرئيس محمود عباس أبو مازن قلنا عنه ما قلنا وتحدثنا عنه ما تحدثنا، وقلنا أن سقفه لا يلائم هذه المرحلة، وقلنا أن واقعه السياسي لا يناسب حالة الشعب الفلسطيني حتى بمستواه الأدنى الآن في السياسة وفي الواقع الذي هو عليه الآن. العرب يطلبون منه التهدئة وخفض السقف. الآن يجتمع الرئيس الفلسطيني في السعودية، أتدري يونس ماذا يقولون له؟ أدئ الشارع الفلسطيني. نحن نكبتنا سيدي تأتي من مسارات ثلاث للأسف. النكبة الأولى أننا قبل بعض منا اتفاقيات مجزوءة وضعت الحالة الفلسطينية في الكف الصهيوني، والنكبة الثانية هي من أنظمة عربية متآمرة على الشعب الفلسطيني سلمت فلسطين منذ عام 1967 من النظام الملكي إلى النظام الرئاسي في أي الدول العربية. ثم الأخطر من ذلك، وهنا دعنا نتحدث بوضوح، الشعوب العربية بلا شك أنفة وتحب الحالة الفلسطينية، لكن هذه الشعوب مطلوب عليها أن تخرج بأكبر من ذلك، أن تتحدى بأكثر من ذلك. سنعرف ما هو المطلوب منها بعد إذنك، بعد فاصل قصير نواصل حديثنا معك ومع ضيوفنا الكرام، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أرحب بضيوفي مرة أخرى وبالدكتور فايز أبو شمالة من غزة عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. أهلا بك يا أخي يونس. دكتور، يعني من الحديث فهمت أن المطلوب هو أن يقود الشعب الفلسطيني انتفاضته وثورته في مواجهة الاحتلال ومواجهة هذا القرار، وأن الأمة لن تتركه، لأننا من قبل جربنا الأمة العربية والإسلامية في انتفاضة الأقصى وفي الانتفاضات الأولى وفي كل المحطات لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا، وجربناها في الحصار الأخير على قطاع غزة منذ عقد من الزمن، كانت القوافل تأتي يعني قافلة وراء أخرى لمناصرة الشعب الفلسطيني، وفي معظمها تصل وبعضها لا يصل، المهم أن الأمة لم تترك الشعب الفلسطيني وحيدا. ما المطلوب الآن من الفلسطينيين كي يقودوا هذه الثورة في وجه الاحتلال ويقود الأمة من خلفهم أيضا؟ يعني المطلب الأول هو الوحدة الوطنية الفلسطينية، المطلب الأول هو اجتماع الإطار القيادي الفلسطيني. كيف تصدق أن القيادة الفلسطينية ترفض قرار ترامب
وهي لم تلتقي مع الفصائل الفلسطينية. هل فلسطين ملك للتنظيم بعينه وللشخص بعينه ولحزب بعينه؟ طالما كانت فلسطين تخص كل الفلسطينيين وطالما كانت القدس قضية وطنية عامة، لماذا لم يدعى الإطار القيادي لمنظمة التحرير كي يناقش ردة الفعل الفلسطينية وبشكل رسمي؟ لماذا لم تشارك أي تنظيمات فلسطينية مثل حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية حتى هذه اللحظة في صياغة رد وطني على موقف ترامب؟ لماذا يحتكر القرار السيادي الفلسطيني بيد السيد محمود عباس الذي أهان نائبه عندما قال كل الخيارات مفتوحة بالمقاومة بعد هذا القرار وماتت اتفاقية أوسلو؟ فإذا بالاجتماع القيادي في رام الله يصر على بقاء أوسلو ويصر على بقاء مستخرجاته. إذا نحن أمام معضلة فلسطينية أولا. إذا قمنا بحل هذه المعضلة الفلسطينية وتوصلنا إلى إطار قيادي فلسطيني وإلى قرار سيادي فلسطيني، نستطيع أن نخطو الخطوة الأولى. كيف نواجه قرار ترامب؟ كيف نواجه الاحتلال الإسرائيلي؟ كيف نواجه الظلم الإسرائيلي بشكل جماعي وليس بشكل فردي وضمن برنامج عمل مشترك؟ إذا جسدنا هذا النموذج الراقي من المقاومة الصادقة للاحتلال الإسرائيلي بكل معانيها وبشكل وحدوي وطني فلسطيني، أنا أؤكد لك أن إسرائيل سترتعد من هذه الحالة وأمريكا ستغير استراتيجيتها من هذه الحالة الفلسطينية. وأنا أؤكد لك لن تجد عربيا يستطيع أن يملي لا على القيادة الفلسطينية ولا غير القيادة الفلسطينية أن تخضع. خذ مثلا، لماذا لم تخضع حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة إلى كل الإملاءات العربية والإملاءات الدولية والجيش الإسرائيلي بعظمته؟ لماذا لم تخضع ولم تستسلم وهي قادرة على أن تقاوم؟ نعم. لماذا لم يخضع أهالي غزة وهم 2 مليون محاصر للقرارات الإسرائيلية؟ إذن هنالك قدرة وطاقة فلسطينية كمان. أنا أضرب لك مثلا بالفتاة عهد التميمي، صفعت الجند الإسرائيلي على وجهه. وأضرب لك مثلا بالقعيد إبراهيم أبو ثريا يزحف بعلمه حتى الحدود. أنا أضرب لك مثلا بالمرأة الفلسطينية في القدس التي هجمت على ألا يستحق ده. ألا يستحق هذا الشعب قيادة أفضل دكتور فايز؟ يعني مش معقول، هذا ما أريد أن أقول. نعم. ضمن هذه العطاءات، ضمن هذه التضحية، وهذه ليس جديدة. يعني أنا أذكرك بفارس عودة اللي واجه الدبابة بالحجر، وأنا أذكرك بأبو عمار اللي قال شهيدا 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 حتى القدس، وأنا أذكرك بأبو جهاد، وأذكرك بصلاح خلف، وأذكرك بكل القادة بأحمد ياسين والرنتيسي والجياجي وأبو علي مصطفى. كل هؤلاء أرادوا أن يقفوا في وجه إسرائيل وأن يخلقوا موقعا فلسطينيا موحدا. هذا الشعب الذي يمتلك هذه الطاقة من العطاء ويخرج من تحت الرماد كالعنقاء يريد أن يقاتل يحتاج إلى قرار سيادي. إذا قلت لي اليوم ها هي هنالك تحركات من تنظيم فتح في الضفة الغربية، أقول مع الشارع الفلسطيني ما الأفق السياسي لهذه التحركات؟ إلى أين ستمضي؟ إلى دحر الاحتلال أم إلى تحسين شروط المفاوضات؟ بالتالي أنا أقول علينا أن نبدأ أولا بأنفسنا كفلسطينيين، وأنا أقول لا أطالب العرب قبل أن أطالب الفلسطينيين. أرجو أن تبقى معي دكتور، وصلت الفكرة تماما. سعادة النائب، هذا كلام في غاية الخطورة. يعني ليس مطلوب من الناس أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك إنجاز التعبير، مع أن هذه قضية الشعوب العربية والإسلامية جماعة كما تفضلتم في الإجابة السابقة. السؤال الآن، طالما كان الشعب الفلسطيني دائما أكبر وأكثر جرأة وأكثر بين قوسين بصيرة من قيادته مع الأسف، وكثيرا ما قادها إلى الأمام في محطات مهمة، أو أن القيادة لا ترتقي إلى مستوى تضحية الشعب كما حصل في الأمثلة التي تتفضل بها الدكتور فايز، يعني إبراهيم أبو ثريا قعيد وفقد أطرافه في الحروب السابقة ذهب إلى الحدود مع قطاع غزة، عهد التميمي 16 ربيعا تتحدى الاحتلال وتصبع جنود الاحتلال على وجوههم، ودولة بحجم إسرائيل بين قوسين تعتقل هذه الفتاة في الليل الثاني ليلا لأنها صفحة الجندي القادم لبيتها. يعني أليس حريا بالقيادة الفلسطينية أن تكون في مستوى هذا الشعب؟ هي هذه المشكلة. يعني إحنا يعني ما في شك أن أقدس القضايا وأول القضايا وأهم القضايا
لكن نتعاطى معها بأساليب عادية. الشعب الفلسطيني ضحى وضحى وضحى، لكن هذه التضحيات ليست في مستوى التحديات، التحديات كبيرة. اليهود في 112 دولة يرموننا عن قوس واحدة حقيقة. نعم. لا تنظر إلى 10، 20، 1000، 2000 يعني لطوري كارتا، لا، كلهم عقليتهم الاحتلال، يعني يتحدثون 87 لغة لكن يسعون لفرض هندسة ثوراتية جديدة لزرع الهيكل مكان الأقصى، لا لاحتياج ثقافي أو عبادي إنما سياسي وسيادي، هذه الحقيقة. نعم. ودخلوا في نسيج الأمم. نعم. أنا ما بنكر يا أخ ساري عرابي، أستاذ علاء الرماوي، الرماوي، نعم، وتحية لأهل بيت ريما كلهم. نعم. ما بنكر أن خيمة اليهود أقامتها أوتاد عربية، ولا بنكر أن وادي عربة وأوسلو وكامب ديفيد يعني هي التي شيدت مداميك في هرم الاحتلال وسهلت عليه الأمر خارج القرارات الدولية الآمرة التي لا تسقط بالتقدم، لكن كمان تضحيات الشعب الفلسطيني يجب أن تترى تتبع الموجة الأخرى. يا أخي، شعب الروهينجيا عريانين من سنة 1776 ما تنازلوا ولا تراجعوا، شعب الشيشان من 320 سنة ما بكت لهم أم، شعب الجزائر 7 سنوات حرر الجزائر ورحلت من فرنسا من دولة 100 ضعف فلسطين، شعب المليون شهيد، شعب أكثر مليون يا أخي. نعم نعم. مش من جارنا نفصل أكثر. هات لي قرية، قرية في الجزائر ما فيها مقبرة شهداء، يجب أن نضحي، وعندما نضحي نقود ونسود، لا ننظر إلى سلبيات العرب، العرب مقهورون ومفروض عليهم يعني نظام عربي بائر وبائس وفاشل ومتنازع كما ترى، هم يعانون أكثر مما نعاني. لكن والله يا أخي عندما لا. ترى أنا مرة شفت في إسطنبول هنا قبل شهور مظاهرة من 38 مظاهرة، ما رأيت مثل هذا الحماس والاندفاع من كل الفئات والأحزاب التركية. الحقيقة هذا الجانب الإيجابي يجب أن ننميه. نعم. يجب أن نحشد ونجمع الجميع على بؤرة واحد. هذا أخيراً. كلام جميل. تمام. أخيراً يا تمام. سيدي، إحنا الحقيقة لازم نعرف دور الشعب الفلسطيني. أنا بمناسبة أردني من أصل فلسطين، لم أرى فلسطين. يا أخي لا تغتالوا الحلم، ليس لكم من سبيل إلا أن تضحوا، ونحن نتمزق ونتمزق عن بعد لأننا يحال بيننا وبين أي شيء، لكن أنت نايل كل شيء وتستطيع أن تفعل شيء، كل شيء. أنتم بوابة الفتح، وأنتم أهل الفتح، وأنتم جنود الفتح، وأنتم أول الفتح، والفتح قادم، وبيت المقدس ستكون العاصمة، عاصمة الخلافة الراشدة وعاصمة عيسى عليه السلام، ونتنياهو سيكون زائدة دودية و... نعم. لكن شريطة أن تقدم النموذج، النموذج يقدمه المنهج ويقدمه القدوة، وأنتم طائفة قدوة، طائفة المجاهد. لا تنظر للتنسيقيين الأمنيين، لا تنظر إلى هؤلاء، لن ينظر، لن يفلح المنسق حيث أتى، أفراد وسيزولون، إنما الحقيقة القلة القليلة والعصبة المؤمنة والجماعة المسلمة الفلسطينية يجب أن تضحي كتضحية أهل غزة، ويجب أن تطور غزة تضحياتها، وعلى أهل القدس أن يؤذنوا، فإن الأمة قطعا ستؤمن. مرابطات 45 لا هم فتح ولا هم حماس ولا هم كذا، لكن أنجزوا إنجازا كبيرا. الأمة أعطت في جاكرتا، طب طلع مليو في الفلبين، في وزير الدفاع الماليزي. نعم. ماذا قال؟ جميل يا جميل. أخي في سريلانكا 16 حزب، 16 حزب وراء الجماعة الإسلامية. في جنوب أفريقيا طلعت أكبر مظاهرة. السؤال المهم الآن دعني أوجهه للأستاذ علاء. أستاذ علاء، هذا السؤال في غاية الأهمية. نحن يعني من خلال متابعتكم الحثيثة للشأن الصهيوني والإعلام الصهيوني وما يقوله القادة الصهاينة، تعرفون كيف يفكرون، بماذا يعلقون على الأقل على الأحداث الجارية. وأيضا أريد أن أسأل سؤال هنا تحديدا،
الآن هم يتوقعون سقفا معينا وقد توقعوا من قبل، والآن حتى هذه اللحظة يتوقعون أن الأمور ستسير باتجاه معين، أنها ميدانيا ستكون يعني تخبو ميدانيا تزداد ميدانيا، أنها في الضفة ستكون كذا. بالنسبة للأمة بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع تخبو مرة، يعني كيف تابع الصهاينة القادة الصهاينة وماذا يقولون، وهل يتوقعون فعلا أن تخبو الأمور وتذهب؟ يونس، قبل الإجابة على هذا السؤال، أنا كنت اليوم على حاجز قلنديا والأمس كنا على حاجز البيرة، ونتنقل ما بين المظاهرات المختلفة التي تدعو إليها القوى الوطنية والإسلامية والكتل الطلابية المختلفة. على الأقل ما أشاهده، يعني أنا سأنقل لك الميدان بلغة الإعلام إذا جاز التعبير. تمام. أنا شاهدت النساء الفلسطينيات بتدفق كبير، شاهدت الأطفال الفلسطينيين بتدفق كبير، وشاهدت الرجال الفلسطينيين بتدفق كبير. لكن ما لفت انتباهي هي امرأة في عمر 70 من عمرها، جاءت وبجانبها فتاة عمرها 20 19 سنة، تتقدم بتقول يا بني وين بنصيب الجيش؟ طلع خالتي أنا صحفي يعني، لكن هيك شايفة إحنا وين موجودين. هي تأتي ببنتها، امرأة أو بنتها جايين يضربوا حجار، بتقول وين النقطة الأقرب اللي بقدر أضرب منها؟ تسأل في الناس الشباب الموجودين. عندما ترى هذا الصنف من الناس أنت تجد هذه العظمة الكبيرة المتواصلة من الناس رجالا ونساء وأطفالا. عندما يتحدث الاحتلال عن هذا الجانب، وهذا ما تحدثت به التقديرات الصهيونية، تقول لأن الضفة الغربية هي حالة من التدافع الكبير يحدث فيها، والانفجار يحدث على بواباتها، وقد تأخذ الضفة الغربية غزة إلى مواجهة، وقد تعيد الاعتبار لهبة القدس. هذا منطق، لأنه ما أعرفه وما أشاهده وما أنظر إليه من خلال المعلومة وليس التحليل، لأنه حالة الانتفاض هي مستمرة، تخبو حينا تتراجع حينا، لكن هي مستمرة، وبناء على ذلك الاحتلال يقدر هذه القضية بهذا المسار. لكن أخوان علينا أن ندرك أيضا، من لم يعش الآن في الضفة الغربية، إنه الاحتلال من خلال تضاريس أوسلو الجغرافية التي صنعها، صنع مربعات، هذه المربعات ابتعد عن مكان تواجد الناس، نعم، وأبقى تواجده خارج المدن بشكل كبير. عندما تحدث المواجهة أنت تحتاج إلى كيلوات حتى تخرج. لكن برغم ذلك أنا أقول كإعلامي ومتابع، ما نغطي، ما نستطيع أن نغطي نحن ويشكل 2% من الحدث في الضفة الغربية. يعني أضرب لذلك مثلا اليوم هذا اليوم أحصينا أكثر من 46 نقطة اشتباك مع الاحتلال الصهيوني. إحنا الإعلاميين كنا في 3 مناطق فقط نغطي، من وسط الخليل ومن وسط رام الله ومن طول كرم، وبناء على ذلك حتى الصورة المقاومة عن الضفة الغربية لا تنقل. القضية الأخرى، ودعنا نأخذ هنا بعدا مهما في قراءة الحدث، في نصف دقيقة لو سمحت أستاذ علاء لضيق الوقت، بنصف دقيقة من الآن ما أستطيع أن أقوله، غزة تدفع ثمنا كبيرا لأنها تقاوم، الضفة الآن تستهدف لأنها تقاوم، المقدسي في القدس الآن تصنع بحق مجزرة بعد المقاومة التي أبداها على حدود القدس. الحالة الفلسطينية مرهقة، ليس لأنها تتعب من المقاومة، لأن الهجمة عليها كبيرة من الداخل ومن الخارج. على الفلسطيني أن يرتب أوراقه صحيح، وعلى المسؤول الفلسطيني أن يكون بالمستوى المطلوب صحيح، وعليه أن يقدم المستوى الممكن من القدوة هذا صحيح، وعليه أن يصنع المثل صحيح، وعليه أن يرفع الراية صحيح، لكن على الأمة أن تسنده، لأن الراية دون أشكرك جزيلا لن ترفع أبدا. أستاذ علاء رماوي الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي الفلسطيني، شكرا لك، كنت معنا من الضفة الغربية المحتلة. دكتور فايز أبو شمالة، السؤال الأخير لو سمحت لنا، هل تتوقع بالفعل أن تتدحرج الأمور إلى انتفاضة تحت عنوان انتفاضة القدس في هذه المرحلة الحساسة أم لا؟ لا شك في ذلك، الانتفاضة تتصاعد لأن الغضب يتصاعد، لأن العدوان متصاعد وجدي وعميق وله علاقة بالعمق الديني والروحي والوطني للإنسان الفلسطيني. الصمت على قرار ترامب على بناء اليهود بكنيسة تحت المسجد الأقصى،
للعدوان الصهيوني اليوم المتواصل على المقدسات، مقومات ومبررات الانتفاضة قائمة. بالتالي أنا أقدر أن الشعب الفلسطيني مستمر في انتفاضته، ستتواصل هذه الانتفاضة، تتصاعد هذه الانتفاضة. اليوم غضب، يوم الجمعة يوم غضب، الأسبوع القادم أيام غضب. الشعب الفلسطيني غاضب بجد، وهو يرسم معالم مرحلة لا لفلسطين فقط، وإنما وفق تقديري يرسم معالم مرحلة من المواجهة لكل الأمة العربية والإسلامية، طالما ورأس حربة منغرسة في صدر العدو. شكرا لك دكتور فايز أبو شمال للأكاديمية والبحث الفلسطيني، كنت معنا من قطاع غزة. سعادة النائب، بقي قليل من الوقت وبقي زمن من المقاومة والكفاح والجهاد ضد المشروع الصهيوني. دعني أسألك عن أهم المطالب أو الاحتياجات من أجل ردف هذه المقاومة وهذه الانتفاضة المباركة وتقويتها في هذه المرحلة. حقيقة أنا مدرك أنه يعني كل مقومات الصمود عند المقدسي تتآكل. هذه قضية مزمنة ودائمة، صحيح، لكن ليس من طريق إلا المقاومة. أول الطريق قطرة الدم، هذه الجادة فأين السالكون؟ الأمة كلها مشدودة تقف على أظافرها، تفتح رموش عينيها وتضبط مسارها وفق إيقاع هذا المقدسي. صحيح أن الذهنية اليهودية الآن يعني تعمل على إيجاد إجماع صليبي يهودي، صليبي غربي يهودي، على تحويل المؤقت إلى دائم وإنزال قد أورشليم يهودية بالكامل على ذات البقعة التي تقوم عليها بيت المقدس، ولهم أهداف شريرة كريهة سوداء، لكن الأمة طاقة جبارة تريد الصاعق. الصاعق هو الفلسطيني، رضي الأستاذ الرماوي ولا ما رضي؟ الصاعق لتسخين هذه الأمة يا رماوي الفلسطيني المقدسي. هذه آية في الكتاب، هذه نقطة البدء الصحيحة. وراك ثلث الكون كلهم يتنفسون بنفسك، مكبلون نعم، لكن أنت تحل قيودهم بصبرك الجبين. أختم إنه الحقيقة الآخر مش مصلي على النبي. فريدمان متخصص يعني في المشاريع المفلسة، تصفية المشاريع المفلسة، محامي ترامب. نعم نعم، 15 سنة خبرة في هذا الاتجاه، إله مهمة واحدة، نقل السفارة، وهو بطل الاستيطان في بيت والشعب الفلسطيني. لكن في المقابل نعم، نحن أمة المفاجآت، أمة الإبداعات، وتخصص أمة محمد. يا أخي صلاح الدين كردي، لا فلسطيني ولا عربي ولا مستعرب، لكن كان صرخة الزمان، معجزة الإسلام المدوية، رجل في مواجهة قارة لم يجتمع له أكثر من 24,000، لكن الشعب الفلسطيني عنده الجامعات وعنده الإمكانات وعنده التعليم وعنده التسييس وعنده الأقصى، وبإمكانها أن يقدم وسيقدم كل شيء. أشكركم. والأمة لن تخذله بكل تأكيد، وهو تخصص المفاجآت وتخصص إفشال الأعداء ومخططاتهم. أشكرك سعادة النائب سعود أبو محفوظ النائب في البرلمان الأردني، شكرا لكم. كما أشكر ضيوفي الكرام الدكتور فايز أبو شمالة الأكاديمي والباحث الفلسطيني، والأستاذ علاء الرماوي المحلل السياسي والإعلامي الفلسطيني. شاكرا المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، هذه تحيات الفريق العامل في هذه الحلقة وهذا البرنامج. تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.